صحيح باشيقة وي مشهورة العراق وكيد تبجن عراقك مصغر يعني عراقك بشكة يعني شو قوميات أودي نتوي لرها يا ديارات عراقي لباشك هموها يعني ناحيكي بيجوجيان الويري ونمونيك نوع عراقش قوميات أودي عرب وكرد لريك شبك وشبك سنة وشيعة وتركمان همو تناو ناحية باشيقة هي ناحية ديانجي بسلماني هي يزدي هي مسيحي هي. نحن الآن في مزار المرقد الشيخ محمد عليه السلام بعد ما رجعنا من النزوح. عمرنا المزار الشيخ محمد كانت خرابة، إن داعش دمر المزارات اليزيدية كلها ودمر المرقد الشيخ محمد عليه السلام. فنحن أهالي بحشيقة وبحزاني قمنا بتعمير هذا المزار المقدس. حاول الجهات الإرهابية بعد ما احتلوا مدن عراقية ومن ضمنها بحشيقة، حاولوا أن يزرعوا الفتنة في بين الطوائف بين أهل المنطقة، والحمد لله بقت المنطقة صامدة بعلاقاتها وبأخلاق الناس بيناتهم والتحابب والتسامح. بعشيقة مدينة تتعدد فيها الأديان والطوائف، ومنذ قديم الزمان من آبائنا وأجدادنا يعيشون أهل بعشيقة بعادات وتقاليد مشتركة. هذه العادات والتقاليد تقوم على المحبة واحترام الآخر، ولا زلنا نحن أيضا نحافظ على مثل هذه العادات والتقاليد حتى نتعايش سلميا. الآن في مقام إمام الرضا عليه السلام، وهذا المقام يقع في قرية تسخراب، وهي قرية تسكنها العوائل الشبكية والعوائل التركمانية، وعدد نفوس هذه القرية أكثر من 2500 شخص. بالنسبة للشبك، نحن كمسلمين عندنا الشيعة والسنة، نسبة الشيعة 70% وكذلك السنة 30%، ونحن الناس متسالمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. احنا منطقة بعشيقة يعني بها حالة حال أي مدينة أخرى في العراق، يعني بها الطوائف المختلفة يعني من المسلمين واليزيدية والمسيحية، ونحن صار لنا يعني من وعينا مئات السنين تعايش سلمي، فكل واحد يؤدي واجبه أمام الله سبحانه وتعالى، هذا بالجامع يؤدي واجبه والآخر في الكنيسة والآخر في المزارات. دينار المسجد يزيدينا ويدي في اللحن سيتار مال الويالنا في اللحن، وبدا أف مالي كفتي في اللحن، وأف منطقة جهمو هناك يزيدينا هناك في اللحن، وأم دينار إيك بس المال سرمنا أم التيك إيك هنا من زمان ويزيدي في اللحن في منطقة قريك أم نجد أنا تبيزي ودي باشن في الله يدبر وبصل معنا يدبر ما بيشتك شو أنا جيت أنا أم وان إيك ما شو تعداش وان نديتنا أنا والله مجلس ناحية باشك دهكسن سروكي مجلسي برايكاني إزدية لقل دو اندام جي يزيدينة وشار اندام جي شبكن وإيك جي كردة قورانة وإيك جي عربة وإيك جي مسيحية. وبعشيقة معروفة في هذا المجال بالتعايش السلمي، حيث نفرح لأفراح بعضنا ونحزن لأحزان بعضنا، ونشترك في كل المناسبات سواء اللي تخص إخواننا اليزيديين أو المسلمين ونحن المسيحيين. تعيش هذه المدينة بمكوناتها الجميلة
من إخوتنا المسيحيين والمسلمين واليهوديين يعيشون في جو بهيج وبمحبة وبتآخي، وإن دل على شيء دل على عمق الحب الموجود بين هذه المكونات وعلى عمق الإيمان الموجود في هذه المدينة. وأيضا في هذه الفترة دائما نحاول أن نعمل على أن نعيش بسلام وأمان في هذا البلد، لأنه البلاد لا تبنى إلا إذا توفر السلام.